ننتقل إلى الدوال المثلثية. احنا عندنا نسب المثلثية ساين وكوساين وعندنا التان. منهج إقليم كردستان احنا لا عندنا سيكن ولا عندنا كوسيكن، عندنا واحد على ساين وعندنا واحد على كوساين وعندنا واحد على تان. احنا بمنهجنا ما نشتغل سيكن وكوسيكن، فحتى يكون الطالب اللي شاهد الفيديو خاف يقول ليش يعني شو ذولي ما يعني مدى يتعاملون ويا سيكن وكوسيكن. احنا منهجنا يتطرق الى نسب المثلث ساين وكوساين والتان، وعندنا واحد على تان بس ما نسميه كوتان، وعندنا واحد على ساين ما نسميه كوسيكن، وعندنا واحد على كوساين ما نسميه سيكن. هو الطالب بعدين يتعلمها بالجامعة. نجي على هاي النسبة المثلثية الأولى اللي هو f of x يساوي ساين جي اكس. الجي اكس شنو يعني الزاوية؟ هنا يقول الساين بدل اسوي كوساين، الاشتقاق مال الساين يصير كوساين. الزاوية ما تتلاعب بها، تنزلها نفسها. آخر شيء تضرب لي مشتقة الزاوية، آخر شيء تضرب مشتقة الزاوية. شوفوا هذا المثال f of x مثلا ساين 3x. طيب شنو المشتقة مالته؟ طبعا هاي الزاوية f فتحة x، الساين ينزل كوساين، الساين ينزل كوساين. 3x نفسها تنزلها، ما لك علاقة بها نهائيا، هاي زاوية ما تتلعب بها، المرحلة الأولى ما تتلعب بالزاوية. آخر مرحلة تضرب لي بمن؟ تضرب لي في مشتقة الزاوية. مشتقة الثلاثة اكس يعني ايش قد؟ 3. هذا الثابت خلوه قدام النسبة، دائما خلوه قدام النسبة، أصير 3 كوساين 3 اكس. شوفوا هذا السؤال آخر أمحلكم اياه. f of x يساوي ساين باي x تربيع. f فتحة x، احنا قلنا الساين يصير كوساين. النسبة المثلثية حاليا ما تتلاعب بيها، تنزل هي نفسها. اخر مرحلة، اخر مرحلة تشتقها، تشتق للزاوية، شو يصير؟ 2 باي x. هذا المقدار سويه عامل، يعني خلي هنا 2 باي x كوساين باي اكس تربيع. هسه هذه احنا اللي شرحنا لكم اياها مالت الساين. هسه نجي للقانون الاخر اللي هو الكوساين. هذا القانون يقول اف اوف اكس يساوي كوساين جي اكس، المشتقه مالتها الكوساين يصير سالب ساين جي اكس في جي فتحه اكس. نفس الخطوات بالضبط، بس الساين صار كوساين، الكوساين شو يصير؟ يصير سالب ساين، ونفس الخطوات. ناخذ مثال، مثال سهل. اف اوف اكس يساوي كوساين 4 اكس تربيع زائدا مثلا خلينا نقول باي. f فتحة x احنا لانه عندنا كوساين راح شكتب اكتب سالب. الكوساين اشتقاقه هو ساين سالب ساين، قلنا احنا زاوية ما نت يعني ما نتلاعب بها حاليا، نكتب 4 x تربيع زائد باي. اخر مرحلة من اريد انتهي من الحل، هنا شكتب اكتب المشتقة مال الزاوية 4 x تربيع، مشتقتها 4 في 2 8 اكس، ومشتقة الباي لأنه هي نسبة 22 على 7 3.14 هو عدد ما بي اكس، إذا شخل هنا أقول زائد 0. هاي زائد 0 ما بيها معنى، نشيلها ما يحتاج نكتبها. هاي ال 8 اكس وين تخليها؟ خليها قدام الساين، بس لا تخلي لي هنا 8 اكس راح تصير 8 اكس سالب، لا دائما الإشارة تصير قبلها. هاي 8 اكس ساين 4 اكس تربيع زائد باي. هاي الاشاره مو تخلي لي اياها هنا، تجيب ال 8 اكس تخليها قدام السالب، ايش راح يصير؟ راح يصير 8، يعني يصير هالشكل، يعني حد ناقص حد غلط. انت لازم شو تسوي؟
تخلي السالب قدام المقدار، لأن 8x بيناتهم ضرب، 8x ويا الساين هو عملية ضرب.